السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. اليوم بحول الله موعدنا سيداتي مع وصفة كيك سهل وبسيط وفي المتناول، مقادير تاعو موجودة في كل بيت. المذاق تاعو رائع والشكل تاعو ولا أروع، ترخيم فيه هائل. إذا بغيتي سيداتي تشوفي الوصفة بقاي معايا إلى آخر الفيديو، وما تنسيش بحال ديما اعملي لايك للوصفة، تابوناي إذا كنتي باقي ما تابونيتيش، وشغلوا الجرس باش توصلوا بالوصفات مجرد ما نزلها في القناة. ندوزو نشوفوا الوصفة. لهاد الوصفة بحاجتنا بحول الله المقادير التالية: 4 البيضات، قبيصة الملحة، معلقة صغيرة الكاكاو المر، حك تاع ياغورت طبيعي ما يعادل نص كاس العنبة، كاس تاع العنبة سكر بودرة ما يعادل 160 غرام، 80 غرام تاع زيت المائدة ما يعادل نص كاس تاع العنبة، جوج باكيات الخميرة من فئة 7 غرام، جوج باكيات تاع سكر فاني، 3 حتى 4 القطيرات تاع الخل، 280 غرام تاع طحين الابيض الخاص بالحلويات ما يعادل جوج كيسان تاع العنبه ويكونوا عامرين مزيان متكوكين باش يعطيوك 140 غرام في كل كاس. واحد الاناء هاد الوصفه، راه الكيك راها سهله وبسيطه. غادي نفصلو بياض البيض عن اصفر البيض، نديرو هنا البياض نديرو هنا واحد شوية تاع الخل، الملحة، نبداو نضربو، نبداو بسرعة قليلة حتى تكون لنا الرغوة الأولى، ثم تنبداو نزيدو في السرعة، وحنا تنزيدو شوية بشوية في السكر حتى نحصلو على واحد المورانغ اللي تتكون تكون لنا مع الفوي ما يسمى بالبيك دوازو أي منقار العصفور. صافي غير تتكون ليا هاد الرغوة الأولى، غادي نبدا نزيد شوية بشوية السكر وأنا تنزيد في السرعة. في هذه المرحلة غادي نزيد حتى سكر فاني، نضرب السكر ونضربوه مع السكر، توقيت اللي خدا ليا قسمين لكن توقيت يبقى نسبي لانه مرتبط بالقوة تاع الباتر اللي تتخدمي سيداتي. المهم هو انك توصلي لهذا الشكل اللي تنحصلو فيه هنايا في الفوي اللي هو منقار العصفور، تيكون هنا وتيكون هنا، وانك منين تتحبسي تطراب تبقى لك هاد التموجات تكون ابل كريت، ولا قلبتي الاناء اللي انت خدامه فيه واخا تبقاي شاده كي بحال هكا ما تنزلش لينا الميرانغ. من بعد غادي نبدا نزيد صفر بيضه بصفر بيضه، تندير صفر بيضه الاول، تنخلط مزيان
مع المورانغ حتى تيتدمج مزيان مع المورانغ، وتولي المورانغ ولات بيضة الشكل تاعها ابيض، يعني ما غالبش عليه نهائيا الصفر. عاد نزيد الصفر الثاني ونفس الشيء حتى تندخلو، نفس الشيء مع الثالث ونفس الشيء مع الرابع. حال هاد الشكل اللي غادي تشوفي معايا سيداتي، تندخلو شوية بشوية. دخلنا الصفر كامل والخليط تاعي بقالي ابيض، وهذا هو الهدف من هذه الكيكة، هو ان الخليط يبقى لنا ابيض. نزيدو الياغورت كامل، نزيدو الزيت كامل ونضربو هنا غير شويه باش ما يطيحش لينا الخليط. جانبان ناخذ طحين تاعنا اللي هو 280، وضروري يكون في الغربال، يعني ما نكونوش مغربلينه، ضروري تغربل مباشره بعد ما قبل ما تدمجيه. نزيدو عليه الخميره، لان كل ما كان طحين مغربل مزيان كل ما كانت الكيكه مهويه. نغربلو الطحين، هاد الحبيبات تاعنا، ونبداو ندمجو في الطحين شويه بشويه بلا ما يطيح لينا هاد، بلا ما يطيح لينا الخليط، بلا ما يطيح لينا البيض. ناخذ الخاطر مع الكيكة لان النتيجة تاعها رائعة.
فناخدو المعلقه تاع الكاكاو اللي عندنا تنزيدو فيها شويه تنحركوها مزيان. من بعد ناخذ واحد المول تنفرشوه بجوج ورق الطبخ وما ندهنوش الجناب باش نضمنوا الكيكه ما تنزلش هنا. من بعد ديال تنديروا الكيكه تاعتنا على ثلاثه تاع الدفوعات، نديروا الثلث الاول نقادوه مزيان ونزيدوا الخليط تاع الكيك اللي درنا فيه الكاكاو، هاي داك شويه الكيك اللي درنا فيه الكاكاو، ونجرو واحد العويد تاع الشوا بحال الطريقه اللي تشوفي قدامك سيداتي بلا ما نوصلوا للقاع تاع المول. ثم نزيدو الثلث الثاني ونفرشوه، حنا تنغطيو به اللي حطينا في الاول، قادو شويه بلا ما نقصو الطبقات السفليه، نعاودو نزيدو واحد الخطيطات من خليط الكيك اللي بالكاكاو طريقة تتشوفي معايا، ودائما بالعويد العود نجرو خويطات كيف تتشوفي معايا بلا ما نوصلو للقاع تاع الطبقات السفليه، ونغطيو هاد الطبقه بطبقة أخرى من الخليط أي الطبقة الثالثة، ونحرصوا على أننا تنغطيو الكل بلا ما نقصوا الطبقات السفلية بحال هكا سيداتي كيف تشوفي معايا. وغادي نكملوا بطبيعة الحال بالطبقة الأخيرة من كيك الكاكاو. تنجيو نكملوا الكيكة تاعتنا الزواق الأخير، نحطو عشوائي تاخ ناخدو الكيغدون تاعنا وتن نديرو نفس الخطوط اللي درنا فيما قبل بلا ما تندخلو لداخل غير من الفوق، تنقصو غير داك الخليط اللي بالكاكاو، تنسخنو الفران على 160 درجة وتندخلو الكيكة تاعتنا تطيب بطريقة عادية. كلنا تنعرفو الكيكة انه تيطيب في الوقت اللي تندخلو فيه السكين، والسكين خصو يخرج ناشف بعد ملي تخرج من الفران. هاد النوع الكيك اللي ما ندهنش من الجناب غادي نخليه في المول حتى يبرد كليا، عاد ندير واحد الموس من الجناب بحال هكا ونحيدوه من المول تاعو. قطعوا سيداتي الكيكه نشوفوها كيفاش جات، يا سيداتي كيكة رائعة. وهكذا سيداتي تنوصلوا لهاد النتيجة الهائلة، رائع تحمر الوجه يتكال غير بوحدو، ترخيم فيه هائل، مقادير كيف شتي معايا بسيطة بزاف والطريقة سهلة. الى عجبتك سيداتي الوصفه جربيها وردي عليا في تعليق خاص بالوصفه، ما تنسيهاش تعملي لايك للوصفه وتعليق بخصوص الوصفه. بالصحه والراحه، والى الملتقى في وصفات اخرى ان شاء الله.